You're gonna get one star more than that, Swoopy. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد ابراهيم من قناه المش اعلامي. النهارده اول حلقاتنا ان هنعمل فيها رياكشن عن تريلر فيلم حمله فرعون. وفيلم حمله فرعون هو من انتاج السبكي، هو من اخراج رؤوف عبد العزيز، وهو اللي كاتب السيناريو بتاع الفيلم ده هو كريم حسن بشير، واللي بيقوم ببطوله الفيلم ده هو عمرو سعد ومعاه روبي وبيشاركوا حمدي المرغني وبيشاركوا محمد لطفي ورامز امير وبعض طبعا النجوم زي اللي شدوني خلوني اتفرج على التريلر، هو زي مايك تايسون وزي بيج رامي وزي ماونتن مان وزي كارم جابر. دول بصراحه دول النجوم اللي بصراحه ان بدا السبكي بدا يصرف شويه في افلامه، وواضح ان هو بعد ما جاب سكوت اتكنز في فيلم حرب كرموز واضح ان هي عجبته الفكره وان هو يسوق اكتر لشغله ويسوق اكتر للافلام المصريه. تعالوا ما نطولش على بعض في الكلام وتعالوا نشوف التريلر بتاعه. Keep the faith! Killers and casualties. Wow. Come get it. Oh, I keep mounting, man. The captain, Kaya. It's damn me, damn! I'm going to kill you! I'm going to kill you. Life or death. ودلوقتي معانا ملك النشان راضي العفريت. صاحب ليه عند صاحبه يا فرعون؟ مصلحة فيها 10 مليون اخضر. وانت بقى بالصلاة على النبي عايزنا نروح بربطة المعلم نجيب الفلوس من هناك. مظبوط. ما في غرباء غيركن، عن أي غرباء عم تحكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. Hello everyone, my name is Frank, and I am your savior. هو عموما من الاعلان كده يبان، يعني خصوصا اخر حته في الاعلان، حاسس ان انا خدوا حته او سرقوا حته كده من The Expendables. حاسس ان نفس الماشيه ونفس التيم ونفس طبعا رفعه السلاح وعامل كانه عامل تيم، فمش عارف. تمام، نيجي بقى لتحليل التريلر. اول حاجه في الشوت ده والشوت المتعددات عن الحرب كده هم حاجات واخدين حاجات من الوثائقيات او اي حاجه كده، صدح ان هي دي بتعبر عن الاوضاع اللي بتحصل في سوريا والحرب اللي موجوده هناك، وان هم جابوا برضه بعض اللاجئين. من الواضح كده ان هو مايك تايسون هو الجانب الشرير، واضح ان هو اللي ماسك اللاجئين دول، مثلا هو زي اسره كده مثلا، مش عارف يعني. بس انا اظن هي واضحه يعني من التريلر هنا، خلاص كده اتاكدنا ان هو في الجانب الشرير، خصوصا كمان جايبين كرم جابر في الجانب الشرير قوي. كمان حته الدخله بتاعت ماونتن مان دي يعني بصراحه عجبتني اكتر، يعني خصوصا كمان ماونتن مان يعني اللي مشهور في سلسله جيم اوف ثرونز، يعني هو يجيبوه اصلا جديد دي حاجه لوحدها. يعني واضح كده ان عمرو سعد بيدور على ابنه او على بنته على ما اظن، عايز يجيبها من هناك، وفجاه يعني لو جابوا شوت مثلا بيقول لازم يهرب بشنط الفلوس. فانا مش عارف، انا هم رايحين لحد دلوقتي هم رايحين يعملوا ايه؟ انا مش عارف. بس هي حكايه ان هو يجمع صحابه ويجمع
صحابه القدام اللي كل واحد فيهم بيمتلك مهاره، مثلا زي روبي بتشتغل في السيرك، حمد المغني اللي شكله كده جاي مثلا جاي خبير في المتفجرات، خصوصا كان قاعد في زي جلسه تصوير كده كان جرب المتفجرات، وحمد المغني ومحمود عبد المغني اللي جاي فيه قايم بدور الساحر اللي هو بيعمل نشان ده، تحس ان هو مديه على شمس الزناتي اكتر يعني، واكس بندبولز يعني اتنين في واحد يعني، بس واخدين على حاجه حديثه شويه. الحته بتاعت رامز امير ان هو يلعب فيها باركور وعامل تاتوز على كتفه مش عارف ايه وبتاع، يعني حكايه الستايل ده تحس ان هو لا هو غير من الستايل بتاعه فعلا جامد يعني، وخصوصا ان هو شكله هو اللي بيعمل الحركات ديت، ان هو باين وشه هو باين هو اللي بيعمل حركات ومش عارف هو شكله بيطير من نفسه، فهي حاجه حلوه وحاجه بتنتسب ليه طبعا. طبعا احمد فهمي جايبينه ضيف شرف طبعا، بس مش عارف احمد فهمي بدا بيظهر ضيف شرف يعني في افلام كتير قوي يعني. حكايه ان هم يجيبوا يعني مايك تايسون مش بيقرا قران، انا بصراحه دي لخبطتني دماغي، طب ازاي مايك هو جاي مايك تايسون هو ظاهر بايه يعني، مش عارف واحد اجنبي في الفيلم ولا واحد عربي، بس مستو انا مش عارف يعني بصراحه يعني. مايك تايسون جاي وجايبينه بيقرا قران وبالعربي يعني، انا بصراحه مش عارف. الحته بتاعت اللي هي الضربه الاوفر اللي هو خدها كرم جابر وطار بيها في السماء، انا بصراحه مش عارف يعني، امال اوفر قوي زياده عن اللزوم، هو مش للدرجه دي يعني يا عم، هو سوبرمان مثلا يديك لكمه كده مثلا، خصوصا كرم جابر يعني مش اي حاجه. حته ان بيج رامي يعمل الحكايه ديت عامل فيها هالك هوجن يعني، حاسس ان هي مش لايقه على شخصيته اساسا، مش عارف هو ليه عملها اساسا مش عارف. وهنا شكله كده ان هيحصل حد هيموت، هيحصل حد هيموت منهم، ان هو شايفين صريخ وزعيق ودم، ان هو في حد هيموت منهم. محمود عبد المغني بيقول العمر ما بعته، وده ان هيحصل كمان في خيانه كمان في التيم اللي هم مجمعينه. حلوه الشقلبه اللي اتعملت من يعني رامز ده يعني، رامز امير ده بصراحه يعني شكله كده عامل فورمه كويسه، واضح ان هو هيخش التقل جامد يعني. حكايه النطه الاوفر دي برضه اللي عملها عمرو سعد، اللي هو اول ما خلوه عمل كده يعني اوفر زياده عن اللزوم برضه. الحته دي بقى دي انت تشوف تحس واخدينها من اكسبندبلز بالظبط. فانا مش عارف يعني، هم يعني مش فرقت مش هتفرق قوي، بس هو عجبني الحلو، عجبني الاعلان. حمله فرعون فيلم العيد هينزل في العيد، انتاج محمد السبكي، اخراج رؤوف عبد العزيز. تمام. انت بقى انا مش شايف كاتب السيناريو، انا مش عارف بصراحه كاتب السيناريو كريم حسن بشير، انا مش لاقي اسمه موجود على البوستر، انا مش عارف فيه ايه. على العموم هو التريلر بتاع الفيلم، هو التريلر يعني واضح ان هو هيبقى فيه اكشن كتير قوي، واخدين شوطات اكشن كتير 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 اوفر قوي، يقول لك ان الفيلم ده هيبقى اكشن يعني لا محالة، تحس هو زي اكسبندبلز بس بالمصري شوية، النسخة المصرية شوية. وفي نفس الوقت اللي عجبني أكتر إن هو يعني السبكي بدأ يصرف وبدأ يجيب زي واحد زي مايك تايسون، واحد زي ماونتن مان من سلسلة جيم اوف ثرونز يعني، وجايب بيج رامي اللي هو واخد مستر أولمبيا بطل عالم في كمال الأجسام، وكرم جابر، الكرم جابر اللي بدأ يخش في التمثيل لما عمل لمس أكتاف، عمل كم شوت كده في كام فيلم كده. بس على العموم يعني ادينا مستنيين فيلم في العيد ان شاء الله. يا ريت لو انت بتشوف الفيديو ده ما تنساش تعمل اشتراك للقناه، يا ريت ما تنساش تعمل شير وتعمل لايك للفيديو، ويا ريت لو عايز تعمل اي اضافه او مثلا تنصحني بيها ممكن تحطها في الكومنتس تحت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.